السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب في صباحيات ابن العرب النشرة الثقافية لأخبار وإطلالات مشاهير العرب وخاصة مشاهير الجزائر أول شيء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي تتواصلوا بكل جديد وديروا لايك وهيا معا لنبتدئ النشرة الثقافيه لصباحيه ابن العرب مع اخر مقابله للفن الجزائري اجراد يقورتا مع احد الصفحات الوهميه الافتراضيه على منصه الانستغرام حيث هضر بزاف حيث هضر على بزاف حوايج فاجاد يقورتا من الفنانين الجزائريين اللي تخرجوا من البرامج المواهب العربيه عرب uh, ايدل وهو يعني فنان عنده صوت حضور كاريزما واغاني وراح نبتدي باول خبر او باول تصريح ليه يعني بعد ما يحيى طبيش قال انه ما عندناش اصوات في الجزائر وما يشوفش انه ولا صوت في الجزائر يستحق النمبر وان من الرجال خاصه حيث انه خير الشاب حسني لذلك سالته هاد الصفحه قالت له اذا المشكل في اذن يحيى طبيش ما يعرفش يسمع الاصواتكم ولا الخلل في اصواتكم انتوما وقال المشكله فيه ماشي في أصواتنا وهذه صراحة أنه أكيد عندنا أصوات مثل أجراد يوغورتا إبراهيم حادر باش حسين بن حاج مع أنه حسين بن حاج راح اختفى تماما من الساحة الفنية وفي نفس الوقت سقطته الصفحة عن ثلاثة أسماء لشباب أو لفنانين من القديم أو من هذا الجيل اللي يعتبرهم وقال أنه من الجيل الجديد اختار إبراهيم حدرباش باش حسين بن حاج واختار ما نتذكرش الثالث ولكن هو اختار ايضا محمد الخامس كصوت وقال ادعوا له بالرحمه اكيد ربي الرحمة ان شاء الله يا رب وما نسيناش هو ديما في قلوبنا واكيد مازال ما ما عجبش عليه العام ولكن هو في قلوبنا اما من الاصوات النسائيه القديمه اختار ناديه بن يوسف فل الجزائرية أونوارا أما من الأصوات الجديدة ومن هذا الجيل اختار كاميليا ورد، كنزا مرسلي وسهيلة بلشهب حيث قال أنه كنزا مرسلي وسهيلة بلشهب كي الناس يقولوا ما عندهمش أصوات بس هو قال اني سمعتهم قدامي اكيد عندهم اصوات قال على صوت كنزه مرسلي انها صوت طربي بامتياز وقال على كن على سهيله بلشهب انه عندها صوت وتغني واحد ستيل لي مازال ما سمعتهمش وان شاء الله راح نسمعهم وقال سقسته قالت له لو انت اعلامي وتسربت لك محادثات مخله اه واش راح تدير يعني عطت له اه عده عدة اقتراحات انا ماشي باش نهضر هذا باش نقول لكم حاجه انه كاين اعلاميه جزائريه هضرت مع واحد الفنانه عده اه محادثات كانت تهين فيهم و... وتقول فيهم اشياء مش مليحه على فنانات واحدة اخرى والان هذا الفنانه حابه تفضح هذيك الاعلاميه ويا ترى راح تفضحها ولا ما تفضحهاش بمناسبه هذا الحدث سقساتو هذا السؤال فقط يعني باش تعرف رايه في مثل هذا الامور وايضا سقساتو قالت له شكون هي هيفاء وهبي الجزائر هل هي نوميديا لزول ام ياسمين نيار ياسمين نيار انا تاني ما نعرفهاش ولكن سمعت لها هيك شويه منشورات هو تاني قال انا ما نعرفهاش واحتراماتي لها وليها الى راهي تسمعنا وقال انا راني نشوف ميديا لوزول افضل من هيفاء وهبي بنفسها قال هي بنت حومتي ونعرفها وكذا يعني شكرها بزاف وشكر جمالها وهذا هي كيد ميديا لوزول من جميلات الجزائر واكيد نبغوها ونحبوها وايضا سقصتوا هذه الصفحه على ياسمين القسم وفريد الرقيبه قالت شكون تشوف فيهم عندها مقومات نجمة عربية قالهم عندهم مقومات نجمات عربيات في زوج قال يعني كي يسمي من كيف الدائرة ديبا لو كان يزيدوا يطوروا من رواحهم ويدوروا انتاجات رواحهم إن شاء الله رويدا رويدا راح يتوسعوا راح ينتشروا راح يتعرفوا عبر العالم العربي واكيد راح تكون نجوميتهم عربيه باذن الله أما في حدث آخر قد تشكون تشوف أفضل صوت طربي هل هي فولة الجزائرية أم ندى ريحان حيث قال أنه ندى ريحان صوت لا يختلف عنه اثنين قال ولكن فولة تبقى شيخة البلاد و... وصوتها طربي وهو اختار فله بدل ندى الريحان واكيد جدا يعني صوت فله اكيد الاحلى والاروع وفله يعني دارت كاريير كبيره في حياتها اما في هذه الصوره كاين بزاف ناس عرفوا هذا الجميله وكاين ناس ما هذه هي ياسمين خطيب هي مصريه فنانة مصرية لبست قفطان الجزائري من عند كادينا كدينا صباح كدينا صباح هي مصممة جزائرية مصرية يعني أصولها جزائرية صممت لها هذا القفطان وفي نفس الوقت كسمماتو وكتبت أنه قفطان جزائري بزاف من الإخوة المغاربة راحوا هجموا يعني من المغرب راحوا هجموا عليها هيك من هي ومن بعد هي عاودت نشرت صوره واحده اخرى بقفطان واحد اخر قالت هاني نزلت لكم قفطان مغربي وخوا خوا انا نحب كل بلدان المغرب العربي مارو اما هذه الصور نشوفو ملهمه الحراك الشعبي الجزائري صاحبه الاغاني الضاربه رجاء مزيان واللي هي اول فنانه شابه اللي تحصلت قناتها على اليوتيوب على مليون مشترك شوفوا يعني اطلالتها وقفتها دي ما تختار فلوكاتها شبابيه عصريه رائعه يعني هي عندها لمسة في الموضة تعرف تلبس وما شاء الله عليها يعني نزلت كذا صورة في هذه الأيام اللي ما نزلتهمش في الفيديوهات السابقة لأنه ما كنتش ندخل لحسابها ولكن كي دخلت جمعت لكم كل الصور ضربة واحدة أما في هذه الصورة العفوية الجميلة الكيوت نشوف فيها باربي الجزائر الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي في هذه الصورة الرائعة اللي نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام وما تنسوش أنه كنزة مرسلي آه ظهرت لايف مع أحد الصحفيات الروسيات حيث تبدل الحديث باللغة العربية الفصحى وأيضا كنزة ظهرت جانبها من اللغات هي تعرف كنزة موسلي أيضا تعرف تتحدث الروسية حيث أبهرت تلك الصحفية وقالت لها الصحفية ما توقعتكش أنك تعرفي تحضري الروسية وهذه هي الباغ بتاعنا أما في هذا الفيديو نشوفوا احتفال ابنة الماشطة أميرة شيراز يعني أكيد عرفتوا شيراز من خلال أمها من خلال أعمالهم من خلال تسريحتهم الشعر الغريبة من خلال مكياجهم الثقيل من خلال مشاكلها مع زوجها والعديد يعني هي من مشاهير الجزائر احتفلت بعيد ميلادها ال 24 بهذه الصور اللي راكم تشوفوا فيها مع هذا الكعكة وهذه الأشياء اللي راكم تشوفوها هنا من من برناكي نقول لها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير في نفس الوقت يعني ابهرت محبيها وكل متابعيها واظهرت جمالها بهذاك الفستان الرائع واظهرت جمال وفخامه منزلها اكيد نتمنى لها كل التوفيق والنجاح وعيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير بيخليك للام تاعك ويخليك لوليدك ورب يوفقك ويعوضك على كل اللي فات ونتمنى فقط انكم تخفوا كي تديروا مكياج للعرايس تخفوا لهم شويه مكياج اما في هذه الصوره نشوفو الفنانه الجزائريه صغيره نورهان زغيد صغير يعني بالقفطان الجزائري الاصيل باللون الابيض آه يعني هذه الصوره نزلتها آه يوم عشرين اوت احتفالا بالسنة الهجرية لتعايد على كل محبيها فانا نحب بزاف الفنانات والفنانين الجزائريين اللي الملابس التقليدية الجزائرية خاصة في المناسبات يعني هكذا كي تكون مناسبة وتلبس لها لباس تقليدي جزائري يعطي رونق وحده اما في هذه الصور نشوفوا فيصل الصغير كنت فيصل الصغير من الفنانين الجزائريين اللي تشهر بسرعه كبيره ودخل بزاف قلوب الجزائريين بدون برامج بدون ما يدخل في يشارك في اي برنامج من هو سواء محلي ولا عربي ونجح بزاف بسبب اغانيه الحساسه اللي دخل بها القلوب آه الشعب الجزائري هو نزل هذا الصور مع هذاك لو بوكي دو فلور اللي معمر بالشوكولا هذا بمناسبه خطبته فهو خطب وأخيرا يعني خلاص لقى فتاة أحلامه وخطب ونزل هذه الصور عبر حسابه على الإنستغرام وشاركها مع محبيه ومع الناس اللي تحبو يعني شارك معهم لاطارت دو فيونساي تو له كل النجاح والتوفيق ورب يكمل على خير ورب يجمعهم بينهما في الخير أما في هذه الصورة نشوفه سفراء أو سفيرة التراث الجزائري سويلا بلشب وريان فرانسي والإعلامية أنا نعتذر بزاف من الإعلامية نسيت اسمها والله نعتذر منك بزاف وتحياتي ليك هي إعلامية في قناة التلفزيون الجزائري لبرنامج أو حصة لك يعني برنامج حصة لك استضاف بزاف ناس من قبل سهيلة وريان برانسي ولكن هذا الخطرة استضافوهم بمناسبة شهر التراث الجزائري وكرموهم وهضروا بزاف على حوايج في هذا الحصة ومن بين هذوك الحوايج انه سهيله بن الشهاب وجهت رساله انه قالت انا جزائريه لحد النخاع ومثلت بلادي في صار اكاديمي لباسا ولهجه يعني قالت كانت كنت نهضر لهجه جزائريه ومثلت لهم باللباس التقليدي الجزائري اللي هو الجبه القبيليه وايضا قالت انا حتى بعد صار اكاديمي ما نكرتش اصلي ولا نكرت لغتي ولا نكرت حتى حاجه وقالت اكيد طالما مازلني نخدم ونعطي راح نقدم بزاف لبلادي اكيد تحياتي لها وبالتوفيق لها. وان شاء الله ربما في مسائيه ابن عرب هذا اليوم راح نقدم لكم ملخص من كاع واش في هذيك الحصه واكيد راح ينزلوا لكم الحصه على اليوتيوب تقريبا ان شاء الله يا رب في اخر الفيديو نشكركم بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه نقول لكم شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته